وينضم إلي الآن من شانغهاي جيسون روجرز، محرر أول لدى بلومبرغ. جيسون، أهلا وسهلا فيك معنا وشكرا جزيلا لحضورك اليوم. بداية، ما مدى شيوع هذا التدخل بأسواق السلع وأيضا سياسة المزادات في الصين من أجل التحكم بالأسعار؟ يجب أن نعود إلى العام 2010 عندما حصل هذا الأمر لآخر مرة. في ذلك الوقت كانت أسواق الألومنيوم معرضة لوضع صعب كما هو الحال. هناك ارتفاع في الأسعار وأيضا هناك ارتفاع في الكهرباء، وبالتالي ارتفعت أسعار الألومنيوم والسلطات تدخلت في ذلك الوقت في 2010. أما حاليا فنحن في وضع تحاول فيه السلطات إطلاق الزنك والنحاس والألمنيوم كثلاثة أنواع من المعادن في السوق. وإلى أي درجة حققت الخطوة أهدافها بالماضي، وما هي التوقعات لهذا التدخل مرة أخرى في هذا الوقت؟ الوضع مختلف حاليا. في 2010 استغرق الأمر وقتا حتى تصل الأسعار إلى التراجع بعد التدخل. أما حاليا فقد بدأت الصين تبيع المعادن من احتياطياتها في يوليو تموز الماضي، وسوف تباع الدفعة الثالثة من هذه المعادن غدا. وفي هذه الفترة يجب أن نقول إن الأمر لم يكن ناجحا جدا، فنحن في وضع نجد في أسعار المنتجين هي 9% مرتفعة في مايو، وهذا الأمر كان عند أعلى مستوى منذ 2008، ونحن في وضع نجد فيه الألمنيوم عند أعلى مستوى في عقود. وبالتالي ربما يكون عدم الوصول لذروة في بعض المعادن هو التباطؤ في الاقتصاد وليس التدخل الحكومي. إذن هذه الخطوات لم تكن ناجحة تماما. وإن لم تنجح، هل هناك خيارات أخرى أمام الصين، أم هل تترك الآن هذه السلع وأسعارها لقوى السوق؟ هذا سؤال لافت. ففي السنوات الماضية الرئيس شي قال إن الأسواق يجب أن يكون لها دور أكثر حسما، وما نراه في الصين وفي مجموعة مختلفة من القطاعات هو أن الكثير من التدخل الحكومي والتدخل عبر التشريعات والحملة ضد أسعار السلع هي جزء من هذا التدخل الذي نراه في مجال التعليم والتكنولوجيا ومجالات أخرى تتدخل فيها الحكومة. إذن الحكومة الصينية لن تعلن الهزيمة ولن تقول إنها غير قادرة على ضبط الأسعار، لأن هذا أمر مهم، لأنه إذا كان هناك تضخم في أسعار المنتجين هذا الأمر سيضغط على الاقتصاد. وبالتالي أتوقع ربما أن نرى المزيد من المعادن التي تطرح في الأسواق مقارنة بالكميات المحدودة التي طرحت حتى الآن. ومن الوارد جدا أن نرى المسؤولين يتدخلون ويحذرون من ارتفاع أسعار السلع، وربما سيدفعون بعض المنتجين الحكوميين إلى اتخاذ إجراءات في هذا المجال، وربما سيحاولون الضغط على الأسعار حتى لو كانوا لا يستطيعون إبطائها بشكل كبير. كما ذكرت، كانت بدأت هذه المزادات في وقت سابق من العام، لكن تم تعليق المزاد في شهر أغسطس. كانت الحجة أنه انتشار متحور دلتا، لكن يراها البعض بأنها كان هناك أسباب أخرى خلف ذلك. ربما من الصحيح القول أن أثر المتحور دلتا كان يعني أن الكثير من أجزاء في الاقتصاد كانت معطلة، لكن إذا توقفت السلطات في أغسطس فهذا وقت مناسب، لأننا رأينا أثر الاقتصاد المتباطئ وقتها ورأينا أثر تباطؤ نمو الائتمان، وكان هناك بعض التراجع في أسعار السلع. هذا الأمر ربما أعطى بكين بعض الارتياح إلى أن خطتها ناجحة.
طب من يشتري عندما يتم طرح هذه المعادن في السوق؟ من يشتري وكيف تأتي العروض وقديش قربة يعني من السعر العادل في الأسواق؟ بالنسبة للنحاس هناك محاولة لطرحه في السوق، وعادة من يشتري المعدن هم من يعاني من التضخم، والصين تستهدفهم، هي لا تستهدف شركات التداول أو المؤسسات المالية في هذه العملية، بل الموزعين الفعليين للنحاس. في يوليو بالنسبة لعملية العطاءات والبيع في مزادي يوليو، مثلا المزاد في يوليو استكمل بسرعة، وبالتأكيد الأمور التي حصلت في وقتها تشير إلى أنه كان هناك طلب كبير مكبوت، وبالتالي كان هناك شراء سريع لهذه المعادن. شكرا جزيلا حضورك معنا إذن صباح اليوم، جيسون روجرز من شنغهاي.